بعض الناس لا يتزوج من ابنة عمه خشة أن يظهر الأولاد مشبوهين أو مشوهين، فهل هذا ينافي كمال التوحيد؟ كثير من العلم بينوا هذه الأمور، وأن ينبغي للإنسان يختار لطفه الزوجة المناسبة، حتى قال بعض الفقهاء أن الأفضل يتزوج أجنبية لا بنت عمه، وهذا غلط، لا أصل لهذا، سواء بنت عمه ولا بنت عمه، بنت خاله ولا بنت خاله، لا يتزوج بنات عمه عليه الصلاة والسلام، لكن ينظر، فإذا كانت المرأة من بيت يصابوا بالخبل، أولادهم بالخبل بالجنون بنفس الخلقة بتشويه الخلقة لا يتزوجون، من باب تحدي الأسباب، الوراثة يكون هناك أدواء وأمراض تكون وراثة بإذن الله، توجد في الولد وولد الولد وولد الولد وولد البنت وراثة، فإذا كان هذه أسرة معروفة بأن يوجد فيهم بالوراثة أمراض شينة في الأولاد يتجنبوا، وإذا كانت أسرة ما أعرف فيها شيء يتزوج منها، هذه أمور معروفة بالتوارث تقع، ولهذا يوصل العلماء والأطباء في ملاحظة هذه الأمور.